خليني هنا اخد معانا على التليفون الباحث السياسي الاستاذ محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسيه والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. هسالك يمكن سؤال يعني يبدو واسعا ولكن يحتاج اجابات قاطعه وانتم اهل لها. ماذا قدمت مصر لاجل هذه القضيه، وما الذي تقوم به مصر حاليا لاجل هذه القضيه؟ يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن مصر ودورها على المستوى العربي، طبعا هذا دور ضارب في التاريخ بعمق وأبعاده متعددة، ولكن يعني لتوضيحه لابد أولا أن نذكر نقطة هامة تتعلق بأن يعني الدور في حد ذاته ليس هو المعضلة. أبعاد هذا الدور وأشكاله هي الأهم نظري، بمعنى أن أنا ممكن لدولة ما أيا كانت تقدم الدعم المادي لدولة أخرى أو لمجموعات أخرى أو لغزة أو الضفة، وتقول أننا قمنا بالدور وقمنا بهذا الدور وانتهى الأمر. لكن مصر يعني ما يميزها وما يميز دورها في الواقع هو أنه متعدد الأبعاد، بمعنى أننا في فترة الكفاح المسلح الفلسطيني في السبعينات والثمانينات كانت مصر هي الحاضنة الأساسية لهذا الكفاح المسلح بفصائله، بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بجميع المسارات التي مرت بها القضية ما بين لبنان وتونس، ووصولا إلى بدء المسار السلمي عبر يعني اتفاقية أوسلو واتفاقية غزة أريحة وما إلى هنالك. حتى بعد أن اتخذ الفلسطينيون هذا المسار أو جانب منهم، كانت مصر أيضا معهم، دعمتهم سواء في المؤتمرات الدولية أو حتى على مستوى التعامل أو محاولة التدخل بشكل دائم من أجل توسيع هامش الحرية الممنوح إلى الفلسطينيين في العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن السنوات الأخيرة أيضا ضاعت مواضيع أخرى جعلت للدور المصري يعني المصري له أبعاد مهمة تتعلق بالداخل الفلسطيني نفسه، بمعنى أن هناك انقساما فلسطينيا ما حدث يعني عام 2007 وما بعد ذلك، وبالتالي كان مصر أيضا لها دور في محاولة تقليل هذه الهوة التي حدثت ما بين حركة فتح وحركة حماس، محاولة تقليل هذه الهوة التي أثرت بشكل سلبي بالتأكيد على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى التعامل الفلسطيني بشكل خاص في أزمات مثل التي نحن فيها الآن. بالتالي كان دور مصر أيضا هنا له أهمية خاصة، ويعني الاجتماع العالمي الذي أشرت له حضرتك أعتقد أنه من أهم يعني نتائج هذا المسار الطويل من رعاية الاجتماعات المشتركة ما بين الفصائل التي قامت بها مصر. أيضا الجانب المتعلق بدعم الأشقاء في غزة وإغاثتهم في سواء في الأوقات الطارئة مثل التي نحن فيها الآن أو حتى في الأوقات العادية، لأن مصر تعتبر هي المنفذ الأساسي والوحيد ربما حتى لتنفس أهل غزة في ظل الحصار المفروض عليهم من جانب الإسرائيلي. وبالتالي عندما نجمع كل هذه العوامل في سلة واحدة كما نستطيع أن نقول، نرى أن الدور المصري متعدد الأبعاد متشابك يتفاعل مع كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا يزايد على أي طرف فلسطيني ولا يحاول أن يفرض الرأي عليه، بل يقوم بما يلزم فقط من زاوية النزاهة التي تتسم بها الدبلوماسية المصرية خاصة في السنوات الأخيرة، النزاهة التي لا تتعلق بفرض رأي بالتدخل في الشؤون بل بمحاولة إيجاد الصالح للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية أيضا. طيب يمكن واحنا بنتكلم على الوضع الراهن يا أستاذ محمد، ما الذي تقوم به مصر في خلال في هذا الوضع تحديدا؟ ويمكن أنا كان لافت للنظر ليا مش بس المكالمات الكثيرة والكثيفة من زعماء وقادة أوروبا والمنطقة العربية اللي فخامة الرئيس، لكن كمان ألاقي أنه أنطونيو جوترش خلال 48 ساعة بيكلم الرئيس مرتين للمزيد من التباحث. يعني بالتأكيد هذا يعني لا يثير الاستغراب، فمصر قياسا على المرات السابقة التي يعني كانت هناك فيها أحداث مماثلة ويعني منها مثلا عام 2021، فإننا سنجد أن مصر كان دوما لها الدور الأساسي في إيقاف القتال، لأن هذه الأولوية الآن في مثل هذه الظروف. ولكن يعني الدور المصري هنا وفي هذه الأزمة يعني يرى أو نرى أنه له أبعاد أكثر بكثير مما كان عليه في الأوقات السابقة، لأن الأزمة الحالية هي أزمة أكبر. نحن نتحدث عن حصار كامل تم فرضه على قطاع غزة وتهديدات جدية وميدانية على الواقع الميداني في غزة لاجتياح القطاع بشكل كامل سواء عن طريق يعني بريا سواء بشكل كامل أو حتى جزئيا باقتطاع بعض الأجزاء منه، وبالتالي هذا سيفرض يعني واقع ميداني صعب على الفلسطينيين أكثر مما هو عليه الآن، خاصة أننا نتحدث عن حصار كامل
نتحدث عن قصف مدمر يعني ولم يسبق له مثيل خلال اليومين الماضيين في على قطاع غزة، هذا يجعل مصر هي البوابة الأساسية لمحاولة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي التواصل ما بين الرئاسة المصرية والخارجية المصرية مع الدول هو في الأساس حاليا كان بغرض فرض وقف إطلاق النار سواء كان مؤقتا أم دائما، ولكن نتيجة للظروف الميدانية الخاصة التي يعني ترتبط بحدث الحالي أصبحت تواصل أو محاولة إيجاد حلول هي تتعلق بإيجاد حتى هدنة مؤقتة إنسانية من أجل إرسال المساعدات، لأن مصر لم تلتفت لأي تلويحات من الجانب الإسرائيلي تتعلق بالمساعدات. مصر مصرة على أن تدخل المساعدات إلى غزة وأن تقيس غزة، لأن هذا هو قرار استراتيجي لا يمكن الصمت أو الانتظار حتى يعني تنتهي المعركة من تلقاء نفسها ويموت من يموت ويجرح من يجرح. مصر تريد أن تقوم بإغاثة غزة في الوقت القريب العاجل، وبالتالي التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن رأينا بلينكين يتحدث منذ قليل عن أن هناك تواصل مع مصر حول هذه المسألة من أجل إيجاد صيغة سريعة وفعالة من أجل فتح ممر إغاثة. ولكن هنا أريد أن أشدد على نقطة أخرى، بلينكين عاوز يفتح ممر للنزوح. صحيح، يعني هذه النقطة التي كنت سأذكرها، أنه يقول أن احنا نريد ممر إغاثي لكن أيضا نريد ممر آمن للمدنيين، وهي نقطة أعتقد هي الأخطر فيما يتعلق بالملف الحالي أو بالأزمة الحالية، لأن أنت تريد أن تفتح ممر آمن للمدنيين وتقول في نفس الوقت بعدها مباشرة أنه لن يكون معظم الفلسطينيين بدون مغادرة أراضيهم، لكن أنت تفتح هنا الباب الذي لا تريد مصر أن تفتحه، تريد تصفية القضية، تريد أن عندما يغادر أهالي غزة أراضيهم فهذا يعني بالضرورة من وجهة نظري أن القضية الفلسطينية يتم تصفيتها بشكل أكبر طبعا، لأن الأرض الفلسطينية والتواجد الفلسطيني كان من المكاسب التي دفع الفلسطينيون ثمنها دما خلال السنوات الماضية ومن قبلهم ومعهم الجيش المصري كما ذكرت حضرتك، وبالتالي التخلي عن الأرض في هذه المرحلة تحت الدواعي الإنسانية هو بمثابة ابتزاز وتنفيذ لرغبة إسرائيلية ورغبة من أطراف أخرى كانت قد تم التلويح بها في سنوات خلت وقامت مصر والفلسطيني. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قالها بمنتهى الصراحة إنه اتصل بيه محمد مرسي رحمة الله عليه، بقى اتصل بيه محمد مرسي وكان يحاول معه التباحث حول توطين فلسطيني وغزة على الأراضي السنوية، وكان هذا التصريح من السيد محمود عباس في حياة مرسي، وقال أنا مستعد لمواجهته بده، هو طلب مني كده. يعني هي هذه الفكرة يعني حتى تمت إثارتها في موضوع قضية صفقة القرن ومن قبلها حتى في أيام الرئيس السادات، يعني في فترة عندما كان هناك تفاوض على في مباحثات كامب ديفيد كان هناك طرح لهذه المسألة ورفضتها مصر، لأن مصر تعلم جيدا أن الأرض الفلسطينية هي للفلسطينيين، لا يمكن لأي حال من الأحوال لأي دولة من الدول، وعلى فكرة يعني هذا الموقف حتى تتخذه أو تقف مع مصر فيه الدول الأساسية في المنطقة في هذا الملف مثل الأردن على سبيل المثال، جميع يتفق أن الحل الأساسي والوحيد لهذه الأزمة هو دولة فلسطينية على قطاع القدس الشرقية، أي حديث آخر سواء عن توطين مؤقت أو توطين دائم هو مرفوض سواء من الجانب العربي أو حتى من الفلسطينيين نفسهم، وبالتالي للأسف الشديد الجهد المصري هنا لنجدة غزة يواجه ببعض المحاولات لتحوير هذا المجهود وجعله بوابة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أطمئن الفلسطينيين وأطمئن نفسي من أن مصر لن تسمح بحدوث هذا، وفي النهاية سوف تدخل المساعدات ولن يكون هناك أي تأثير أو أي اتخاذ لهذا الممر أو المسلك الذي يتم من خلاله إرسال المساعدات كوسيلة لتصفية أهالي غزة ومساعدة إسرائيل على تنفيذ ما تريد أن تفعله بالفعل وتنفذه الآن على الأرض، وهو تهجير الفلسطينيين من مناطقهم في غزة إلى مناطق أخرى. ده صحيح. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.